العفو العام أنا أعتقد أن الحكومة ما زالت تتملص من ذلك وتحاول أن تعطي مواعيد، لكن هذه المواعيد حتى هذه اللحظة لم تصدق. أعتقد أن أيضا العفو العام أصبح مطلبا شعبيا، وهناك عريضة نيابية موقعة بذلك، وأيضا الحكومة استجابت لجزء من العفو العام حيث ألغت الغرامات على الضرائب وعلى المثقفات وأعادتها للناس. يعني ما زال المشروع لغط بين بالشارع عند النواب عند الحكومة، لم نرى النور على أرض الواقع حتى هذه اللحظة. الحكومة وعدتنا أكثر من مرة، كان في مطالبة نيابية ومطالبة جادة حقيقية، وفعلا ضغط نيابي كبير جدا لل يعني الآن وقته العفو العام. تعرف فيه ضغوطات عند الشعب نوعا ما. آخر ما توصلنا إليه مع الحكومة هو يعني بعد أسبوع، وبعدها قالوا 10 أيام. نأمل أن يكونوا يعني في صدق في هذا الوعد بعد أسبوع، أن نفرح أبناء الشعب الأردني وبناتنا في هذا الوطن وأبناء الوطن بالعفو العام الدسم إن شاء الله. ماذا يشمل؟ هل يشمل المساجين نتيجة جرائم قتل؟ هل يشمل الناس اللي عليها مثلا رسوم وتهرب من الرسوم أو ضرائب أو شيء مثل هيك؟ فمش واضحة صورة نهائيا.